Fernando. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. الآن قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتطلق الرصاص المطاطي والقنابل الصوت والغاز على الشبان داخل ساحات المسجد الأقصى. قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى الآن. انا طلعت بس ما طلعت بس قوات الاحتلال تقتحم المسجد الاقصى وتطلق قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي على الشبان. الآن قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى. اليوم هجم على المصلين، احنا بنصلي هجم علينا ويقتلون وهجم على النسوان وعلى الشباب وصاروا الولد. اليوم يوم تاريخي، يوم تاريخي بتترخ اليوم، اليوم النصر للمسلمين باذن الله تعالى، والله يوفقهم يعطيهم يا رب ويبعد عنهم كل مكروه، كل هذا يبعد عنهم اليهود يا رب. جاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ضربوهم ضربوهم، هجم عليهم للمصلين للبنات والاولاد وكل للشباب كلها هجم عليهم اولاد الحرم. الله يحماهم بحمايته يا رب يحمى.